From the blue corner, representing Bad Boys team, Abdulrahman Ashraf Al. And now, from the red corner, representing the Afia team, Mohammed Adil. Ready, fly! يستعد اللاعب محمد مصطفى مع اللاعب مصطفى احمد، بعديهم يستعد اللاعب يوسف ابراهيم مع اللاعب عبد الله محمد سمير، بعديهم يستعد اللاعب مصطفى سعيد مع اللاعب فتحي عرب، بعديهم على طول كرونوس خالد مع محمود.